انطلقت النسخة السابعة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يقام على مدار يومين تحت شعار قيم الاحتراف بين الفكر والتطبيق وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات العالمية. النسخة السابعة من المؤتمر سجلت حضوراً قياسياً سواء من حيث الشخصيات المشاركة أو من حيث الحاضرين في الجلسات والذين بلغ عددهم إجمالياً أكثر من 600 شخص. المزيد ينضم إلينا زميلنا علي القرني من دبي ليطلعنا على المزيد. علي إليك. نعم ناتالي، كما قلت انطلقت قبل قليل فعالية النسخة السابعة من مؤتمر دبي الرياضي. ومن جديد إلى مؤتمر دبي والزميلة ندى الشيباني من قلب الحدث، إليك ندى. بعد جلستين في الصباح تنطلق بعد قليل الجلسة الختامية لمؤتمر دبي الرياضي الذي استمر على مدى يومين. أولا أعطينا فكرة على المؤتمر وعلى الهدف من إقامة مؤتمر بهذا الحجم. دكتورة عائشة البسميت، نائب رئيس المؤتمر ومدير الحدث. هذا المؤتمر احنا طبعا نقيمه على مدى 7 سنوات. علي، بداية حدثنا، ما الجديد بعد الجلسة الأولى؟ نعم، بعد الجلسة الأولى الآن تقام فعالية الجلسة الثانية. رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني شارك في الجلسة الأولى من المؤتمر الذي يقام ويستمر يومين ويتحدث فيه 21 شخصية خلال 8 جلسات. اليوم الأول من المؤتمر شهد في ختامه حفلا على شرف الحضور شاركت فيه أغلب الشخصيات المدعوة لنسخة هذا العام. عدة جوائز تم تسليمها خلال الحفل، حيث حصل مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو على جائزة أفضل مدرب. كيف ستؤثر على كرة القدم في الإمارات ومنطقة الخليج؟ أعتقد أنه من المهم أن نكون مستعدين للمجيء إلى دول ليست فيها كرة القدم كل شيء. وقفتنا الرياضية الأولى في هذه الساعة مع مؤتمر دبي للرياضة، أحمد سيد. صباح الخير أحمد. صباح النور. أهمية هذا المؤتمر، لماذا ينعقد الآن؟ معنا الآن فابريس موامبا. فابريس فابريس، يسرنا أن نراك هنا. مصدر نجاح الأندية الأوروبية في التسويق؟ أعتقد إنه اهتمامهم بالمنتج. I'm leaving Abu Dhabi. My house is in Abu Dhabi. I'm here for short days. I just come back from Morocco. العلم أساس العمل. نحن منذ أن أطلقنا هذا المؤتمر قبل 6 سنوات وهذه السنة السابعة له، كنا واضعين نصب عيننا أن نحن نختصر الزمن. زميل علي القرني من دبي، شكرا جزيلا لك.